ما تبقى عامل لي 3 كويس. 2 1 اكشن. استاذ احمد حسان، احساسك ايه معانا وانت؟ والله يا باشا، يعني هو شعور لا انا عملت حاجه يا باشا. هو شغال معاكوا صح؟ انا مش عارف هو عندك فوليوم طيب بيعلي الصوت او كده، وعندي انا كده. الله الله الله. ازاي حضرتك النهارده؟ عارف انت عارف انت البودكاست انت ما بداتش. ازاي حضرتك يا استاذ اسلام؟ منور الدنيا والله. ايه رايك في الاجواء النهارده في كريسماس؟ ما تسيب الراجل يكمل بقى. مش فاهم حضرتك، يعني انت مصور ولا انت في اتفضل اتفضل يا احمد. ايه راي حضرتك النهارده في الاجواء الشتويه الجميله جدا في مصر؟ حلو. ايه رايك في المكان؟ طب ايه رايك في الدنيا؟ جميل. يعني ممكن اخد منك اي حاجه اتكلم؟ طيب انت الكلام عندك فلوس. طب ايه رايك في اللوجو بتاع المكان؟ ايه رايك في البراند؟ ايه رايك في انت اللي عامل اللوجو؟ لا بصراحه حلو. عشان انا اللي عامله ولا مش انا اللي عامله؟ انت اللي عامله ولا مش انت مش انا اللي عامله؟ حلو. انا اللي عامله. حلو برضه حبيبي. طبعا زي ما انتم شايفين استاذ اسلام اراؤك جميله جدا، ويعني انا عندك افلام في رمضان او مسلسلات او كده؟ والله بنحضر لحاجه بسيطه كده ان شاء الله، هنصرح لك عندنا الفتره الجايه. جميل جدا. طيب مش هتعلن اي حاجه دلوقتي يعني كده؟ اساله انت مين؟ هو اسلام. هو انا اسلام. هو اكشن. انا اسلام. انا هو أنا انت إسلام. انت مين؟ اسلام. هو اسلام. هتقدم حاجه في رمضان؟ لا. هتعمل حسن.